مدونة يوم بيوم، تبقى حكاية وتبقى رواية وفي غشوة أحلام. في حكواتنا ملامح ذاتنا، سيرة مدونة يوم بيوم، تبقى حكاية تبقى رواية في غشوة أحلام. فيها العالم والمتعلم، فيها الظالم والمظلوم، فيها العالم والمتعلم، فيها الظالم والمظلوم. حكاوي الليل والمطر النازل، حكاوي الليل والمطر النازل، والأحلام العبر غيوم، وسيرة ناس عمرين إحساس، نغم والناس بالإلفة يحوم، وسيرة ناس عمرين إحساس، نغم والناس بالإلفة يحوم. تملأ براحتك يا الساقينا نغم أفراحك، شايلنا على كتافك، اختار جراحنا وناسي جراحك. يا شايلنا على كتافك، وطن الخير والحب والإلفة، يا الأهداف للدنيا سماحك. وطن الخير والحب والإلفة، الأهداف للدنيا سماحك. بكرة نشوفك وانت محفل عالي مقامك وزاهي صباحك، بكرة نشوفك وانت محفل عالي مقامك وزاهي صباحك. حتى يكتمل نصلوبنا وزوجها المؤلف. عسكري من جنود البحرية، عاش في بورسودان، استهواه الشرق وسحر المكان والإنسان، وأثناء خدمته ارتبط بفتاة من القبائل الموجودة هناك. الصراع في النص حيكون بين مدى انطلاق القبائل دي على نفسها وتقبل الآخر. بس لكن يا سامي، ده حيكون صراع متخيل، حدث متخيل وعرضة للحث والإضافة، حيكون نص مصنوع، وانت طول عمرك بتتحرى الصدق في كل حرف بتكتبه. ازيك يا دروب؟ اهلا استاذ سامي. دبا كيف؟ يا اوعى تقول لي انت مساهر عشان تجي تشتري الرقيق.
انت لسه من الزمن ده؟ يا اخي البلد ده اتملى رغيف اشكال والوان. انا ما جاي عشان الرغيف. انا جاي عشانك انت. خير ان شاء الله. انا دار اكتب قصه ناس واحداثها في الشرك تكون معبره وصادقه. يعني زي المسلسلات اللي تعملوه في التلفزيون يا استاذ؟ يعني حاجه زي كده. طيب يا استاذ ما تكتب عن قصه ادارو اللي كان عايز بيت زي النجفه لحد ما جاء واحد مغترب وادوه شاكوش زي ما يقولوا ناس الخرطوم. ده كان زمان لما ادروب كان يبيع الرغيف. انا ما عايز اكتب عنك انت بس يا ادروب، انا عايز اكتب عن اشواقكم، احزانكم، عالمكم. في حاجات كثيره يا ادروب اقوى من قصه الحب. ايوه، وعايز تكتب شنو عن الشريك؟ قصه، حكايه، المهم الموضوع يكون معبر وصادق. الشرق بضوقوه بلسان الشرق يا أستاذ. سامي. أيوة. بالله ريح بالك وريح بالنا معاك بدل التعب والسهر وحرقان الاحصاب ده. يا اخي ما تكتب لك عن اي موضوع، بعدين في دول بتابع ولا براجع؟ تاني البلد دي غير القصص فيها شو؟ القصه دي موضوعها محدد، شخوصها، اماكنها، بيئتها وعالمها. اتحايل عليها فراق من هنا وحزن من هنا واهات من هنا، وفي النهايه فرح المشاهدين بزواج البطل والبطله. لا يا لبنى، انت عارفه كويس ده ما اسلوبي. انت الشركة كلفتك بالعمل ده، ما طرحت عليك مواضيع تانية؟ يعني قصدي مواضيع اسهل كده. طرحت على كتاب غيري. انت جابرك على الصعب شنو؟ يمكن تقول اشواق قديمة، رغبة في فك طلاسم واسرار، الدخول لعالم ناس بنشوفهم وما بنشوفهم، بنعرفهم وبنعرفهم، ناس دائما موجودين برا دائرة الضوء، وحدتهم، عزلتهم، عالمنا المقلق، صمتهم اللي بيفجر الف سؤال. بس كتير منهم معروفين ومشهورين. ديل زي النهر اللي امتلأ وكان لازم يفيض. هلا قمت في النور. لا خليك انت، خليك. لمتين الاحتراق ده يا سامي، والمقابل اللي بتاخده ما بكفي عشان يشفي يروح الحريق. عثمان اختان يا عثمان. ام عبد الله يا انا قاعد ما خلينا ساعدك يا تساعدني كيف يعني؟ انا اجيب السمك اقلاه واديه الزبون واخذ قروشي، انت تساعدني كيف يا اخي؟ انت الصياد ولا قلاي بتاع سمك يا اخي؟ يا اخي روح يا اخي بالله، ما تعمل لنا قلب، امشي يا اخي. السلام عليكم. مرحب. مرحب 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 بالمبدع الكبير، مرحب بالاستاذ سامي. ازيك يا ياسر؟ كيفك يا استاذ؟ الاخبار شنو؟ والله كل شيء تمام، لكن كنت متخيل انه حتكون مع السودانيين، بس ظهر لنا سوداني في مواعيد انجليز. عليك الله، السودانيين دي ما نرمي عليهم كل شيء، ما نحملهم فوق لطاقتهم. بس انت عارف مواعيد السودانيين في النهاية وبيوفي بوعده، ان تأتي متأخرا خيرا من ان لا تأتي ابدا. تفضل. قبل كل شيء يا استاذ سلمني النص، الشركة الممولة للفيلم ده تعبانة جدا جدا، بتسأل بشكل يومي على الشتة. انت عارف بقى، عارف اجراءاتهم القانونية، خصومات، جزاءات،
عقوبات ما لها أول ولا آخر. يلا يا أستاذ سلمنا النص خلينا نخلص. أستاذ ما قدرت. بعتذر. بعتذر عن كتابة النص ده. نعم؟ لما رفضت وشه بقى زي اللوحة التشكيلية. صعب تحدد فيها اللون من الخطوط، من الأبعاد والمسافات. قال لي بديك $1000، بديك $1500، بديك $2000. زي ما عاينت لو وش المدير كده عايل لو وشي ده. الظاهر الزمن ده الوجوه كلها بقت لوحات تشكيلية. لكن بجد يا سامي صعب تلقى زول يرفض مبلغ زي ده بالذات. بالذات لما تكون حياتهم ماشية بالبركة زي حياتنا كده. يعني خليها لنا، خليها على الله. هو الواحد يكون حافظ على قناعاته وفلسفته في الحياة ويقدر يدافع عنها. ناس الشركة عملوا شنو؟ أكيد حيتصرفوا. كتر خيرك يا احمد يا ولدي، كانت نوم عشان تهزل الخلوه. تهزل ان شاء الله يا ابوي، بعد نوصلك البيت نلقى الشاهينات طالعه من المينا نركب معاهم. التعب ده كله عشان تتالم وترتاح يا محمد يا ولدي، لكن ابوك متعبك معاه. انت ليه يا ابوي ما تخلي عثمان يساعدك؟ عثمان ما داير يساعدني، عثمان داير ياكل تعبي. لا 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 يا أستاذ، دي شيفونية تفخيم للذات ليس هي. لا هو فاكر نفسه لا حيكتب لنا شنو يعني؟ ها تايتانيك، ليالي الحلمية، باب الحارة، حكاية سودانية، ما تمثيلية تلفزيونية في 45 دقيقة. أي كاتب يا أستاذ قبل ما يخلص قزازة الباري أو فنجان القهوة يكون خلصها، وبدل ياخذ $2000 ياخذ 200 جنيه مع الشكر والتقدير للشركة. ثواني ثواني يا استاذ، انا هحل لك المشكله. الو استاذ فهمي الرجل الفريد. ايوه استاذ كرار. اي لو سمحت اي بالمناسبه نحن عايزين لنا يعني تمثيليه في حدود 45 50 دقيقه كده. اي احداثها بتدور في الشرق. اي في الشرق، في الغرب، بوركينا فاسو، في سنغافوره، في التشيك. انا ما عندي مشكله، انا جايز، اهم شيء العربونه. اسمع النظر دايرين ومتين انتو بأسرع وقت يا أستاذ، حتى لو بكرة ما في مانع. بكرة؟ بكرة دي ما بعيدة؟
شوف يا سامي، أنا عارف فلسفتك في كتابة القصة، عارف أهدافه، مقاصده، مدلولاته، عارفك بيت احتراق بتنسج الفكرة بتاعتك، عارفك بيت رهق وعصب بتطورها، وانت يا سامي بتعرف ياسر كويس جدا. يعني انا ما مجرد راجل بتاع حسابات وارقام وبس، لا ابدا، انا راجل عندي محاولات في كتابة القصة، وعندي محاولات شعرية ما بطالة، وراجل بعزف على الفلوت. لو عزفت عن تكليفي بموضوع الشرق ده يكون أحسن. مستحيل طبعا، مستحيل، لأنه اللحن بدونك حيطلع نشاز. وافق وما ترهق أخوك بتكرار المحاولة. موافق، بس بشرط جدا ازور الشرك، والصدر ده يتعبى بانفاس وعبق الناس الحاكتب عنه. جدا يا سام. فضاء يصعب عليكم تحديد بدايته من نهايته. صدقوني، إذا لم يكن خيالكم بحجم هذا الفضاء يمكن أن يحدث خلل لعقولكم. ماشي برصدان، تفضل. اسمك منو؟ محمد عبد الله طاهر. ماشي برصدان؟ انا ما ماشي برصدان، انا ماشي سواكن. ابو هندو متان ماشي اديب المصاريف. بتقرا يا محمد؟ بتخلص ما اقرا. ادوكم كم جزء؟ ادونا 16 الا انا حافظ 20. الما ادونا ليو ذاته في بيستو. ما لك تاني في الخنجر؟ عاجبني؟ زي ما قريت الغوران تحسني من شياطين الجن، الخنجر حسني من شياطين الإنس. شوف يا أستاذ، النص ده أنا استلهمت قصته من الملحمة والطرف عند دروب. شوف يا أستاذ، البناء الدرامي والصراع
في النص ده بيتم من خلال أدروب اللي هو ساكن مع العزابة وسخرته من جيرانه العابسين، خاصة حاجة فوزية المرأة التي لا ترى في الوجود شيئا جميلا، متبرمة من حياتها ومغتضبة الجبين. على العموم يا أستاذ، النص بيميل للتراجيديا مع بعض الكوميديا السوداء. في كوميديا سوداء أكثر منك. كدين نتكلم على الشخصيات المحورية. يا أستاذ، النص ده نحن كلفنا به مؤلف ثاني. نعم؟ بالمناسبة، النص ده ألف غنى تتمناه. عم عبد الله، انا عايزك يا عم عبد الله تحكي لي عن اي حاجه، السمك وانواعه، وانتوا هنا بتعيشوا كيف؟ خلي بالك انت جاي تتفسح. لا ابدا، انا شغال. شغال في السمك ولا في اهوال الناس؟ أنا عارف حاجة غريبة، أنا فنان. فنان؟ تغني يعني؟ الفنان ما إلا يغني يا عم عبد الله، أنا كاتب، مؤلف. باختصار كده أنا جاي أحكي عن حياتكم. كتر خيرك وصلت يا محمد. يا ولد يا مهل شغل، بالله يقوم خلينا نشوف أشغالنا يا أخي. السبب مضايقنا كده لكن يا استاذ. استاذ سامي برضه حيكون حاسس بالضيق ده. والله انا خايف يكون اعتبرها رحله سياحيه مجانيه من نثريات الشركه ويضيع زمننا ساكت. انت عمرك يا فهمي ما عرفت عقل يا سامي. سامي كان ممكن يصر على رايه، لكن ما دام وافق خلاص حينفذها على اكمل وجه. ليش؟ بوي مزاجي زي البحر ده، مرة يروق مرة يهدى، ما تزعل منه. أنا ما زعلان، لكن بستغرب ليه تغير كده؟ لما يروق أسأله. يا أستاذ كاس الفنيين كلهم قاعدين يطقطقوا في أصابعينهم ويتلفظوا. خلوهم يا فهد يكملوا في إيدهم ده. يا أستاذ في إيدهم كملوه، بعدين يعني الوقفة دي ما كويسة معانا. يا أستاذ حكم شوف لنا النص صريح كده نكسب به زمننا. كويس، ننتظر لغاية نهاية اليوم. رغم أنه أنا واثق تماما من أنه سامي حينجز المهمة على أكمل وجه. أنا في زول من الشرك قال لي ما بتضوق الشرك إلا بلسان الشرك، عشان كده أنا جيت. قال لك لسان الشرك؟ لسان الشرك ما بتشوف انت، تعرف حياتي كلها في دقائق.
آلاف السنين جاي تعرفها في أيام؟ أنا عبد الله القدامك ده عمري فوق 50 سنة، داير تعرف أني كل هاجك في رمشدين كده؟ أنت ممكن تلخص لي، أنا شغلتي ألخص وأكتشف الكلام اللي بتقوله لي وأذوق منك طعم الشرق. لسانك لما يذوق الشرق أنت قايل نفسك تتكلم أني أحسن مني؟ أنت ليه يا عم عبد الله حاسي أني عندي معك مشكلة؟ مشكلتي أنت والزيك والراديو اللي يجيب زول ما نعرف أنه هاجة، وده يتكلم في زول الشرق وهو ما عايش في الشرق. زول مرتاح مشوار سجير يقطع قلبه، داير يتكلم عن زول يطلع الجبل يكسر عين الجبل ويخش البحر ويسار امواجه. انا لو كنت عايز اتكلم عنك من غير ما اشوفك ما كان جيت. بعد ما تروق وترتاح اطلع معاي الجبل عشان تعرف نفسك حد وين. الو، معلش استاذ ياسر، معلش الازعاج. في الشغل؟ لا ما في مشكله، بس بتصل على سامي وتليفونه ما بخش معي وطول ما اتصل، ودي ما من عوايده. لا ما تقلق يا مدام، بيكون اشكال في الشبكه بس. انا اسف قبل شوي كنت بحاول اتصل عليه. لا يحصل كله خير إن شاء الله. طيب مع السلامة. هنا القصة دي دايرت جوط كده. لا ما تقلق يا أستاذ، ما تقلق، أسسور سامي ده تلقاه في سابع نومة. يا أتحدث عن صبي في 15 اسمه محمد، رجولة مبكرة، ثقة واعتداد بالنفس، ذكاء متقي ومشع، ولكن للأسف متدفق في هذه الفضاءات دون الاستفادة منه. كم ياه النيل الأبيض عند السدود. لا أدري أتحدث عن محمد أم عن والده عبد الله. عافية القلب وعافية الروح، سماحة الوجه وحلاوة اللسان، أم أتحدث عن فقر الحياة وقناها وبساطتها وفخامتها، أم عن وعن وعن. ده كم يوم هو منه خبر؟ سامي لو طلع برا السودان بيصبح ومسي علينا، خليها برا السودان القريبة دي. ما تقلق يا مدام، ما تقلق أبدا، أنا شنطتي جاهزة، بس عندي بعض الأغراض أقضيها وعلى برا السودان طوالي أشوف الحصيل شنو. خلاص أنا بمشي معك. لا ما بيحتاج، والله ما بيحتاج. أنا ما بقدر أقعد ولا دقيقة، ما عارف الحاصل على شنو. يا عم عبد الله، اسمع اول بعدك تشوف عشان تعرف تدوب. نامت حشرات الليل وصهت طيور الصباح، عمرك ما هتسمع اللهزه ولا تشوف اللهزه دي، لهزه بعمرك.
غدار البهر ولا البني آدم؟ ما في مقارنة، لأنه شبه ما في أصلا. في شبه، الاثنين غدارين، لكن البني آدم غدار أكثر من البهر. فت عينك وما تعايل البحر في حته واحده عشان ما تدوخ، عايل البحر كله عشان تشوف كويس. سامي يا الجبل سهرك والبحر دوخك، هاك اشرب لبن الابل ده، ما تقول ما اقدر عليه كمان. أقول يا أستاذ زكي، يعني علي العطر علينا، عايز تعطي لنا زيادة؟ الأستاذ يا فهمي سافر في مهمة خاصة بالشركة دي، فلازم أعرف الحاصل عليه وشنو؟ هي لكن أنت قمت تسافر أنت؟ ما نشوف أي زلمة من معارفنا في الشركة دي يفتشوا لنا. يا سلام، منو في الزمن ده ممكن يبطل شغله عشان ما يفتش زول مرسل وأنت من الشركة بتاعتك؟ بس تفتش وين؟ أول شيء زول ده موبايله مقفول، مكانه ما معروف. بعدين الشركة ده كبير يا أخي. أهلاً أهلاً يا سامي، أهلاً وسهلاً. ازيك يا عم عبد الله؟ ازيك يا محمد؟ اهلا استاذ. مشينا نجيب سمك، تفضل تفضل يا اخي، تفضل يا سام. انا حامشي الخرطوم وجيت عشان اودعكم واقول لكم مع السلامه. انت متين جيت عشان تمشي؟ ما استحملت سواكي بورسودان؟ ما استحملت الحب الفيها يا محمد. يلا يا عم عبد الله مع السلامه، نتلاقى ان شاء الله كده في ساعه خير. ربنا يوصلك بالسلامه يا ولد، هيا لاقي ان شاء الله. ان شاء الله. لا بري. يا سامي. ايوه محمد، ولدي ده وصله محل ما جبته، عنده خلوه وقرايه ومسؤوليات تانيه. ماذا دوروك الهاب قرما اساتيد فايستيتو نهريه. طيب عرف اي الامه مهيو اوري وتابس تقصى. طيب اين شوين اورو ايه في هو اورباي كي هو دوباني ببرينك ما نبرينك جيب قتيل فايستيت تون أني بدلي بهريه. طيب جيتوك بهلي ما سوى تقواتك بام ديري. حاضر بدعتكم الله، مع السلامة. طيب يا حاج مع السلامة. الله يبارك. كيف هنا الهلة غريبة؟ لا أنا لازم أوصلك البيت بالعربية. الشارع ده كعب، العربية ما تقدر عليه. الشارع ده يا محمد الناس قدرت عليه. أقوى الإنسان ولا العربية؟ Bye.
دورك نجاتي لواني. والحسرة تروح تروح.